بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للكلاسيفيكيشن اوف فراكشرز، ذا فراكشرز كان بي كلاسيفايد اكوردنج تو ديسبيسمنت اند ديفورميتي. فيرست اوف اول ان ديسبيسد فراكشر، افتر فراكشر ذا تو فراجمنتس ريمين in normal anatomical position. الكاست ده هو يا جماعة محتاج تصليح ومحتاج علاج ولا لا؟ طبعا هو علاج كسور، المفروض حاجة اسمها reduction، تصليح الكسر، وبعدين أثبته fixation. هل ده محتاج تصليح للكسر؟ The undisplaced fracture set two bone fragments in normal anatomical position. Therefore, reduction اللي هو تصليح الكسر not needed. والعيان ده هو أجبسه على طول أو أثبته بأي وسيلة على طول. بعكس بقى الـ two bone fragments دول. After fracture, the two bone fragments are in bad non-anatomical abnormal position. وده بقى الكسر اللي محتاج اكيد تصليح، ان انا اعمل ريدكشن عشان اكيب التو فراجمنتس على بعض. After fracture the displacement and the deformity is described according to the position of distal fragment to the proximal fragment. Proximal and distal in relation to the trunk and to the root of the limb. الناحية الترانك يبقى بروكسيمال، والبعيد عن الترانك يبقى ديستال. Why displacement occur? Bone displacement and deformity usually occur due to the force of trauma. تروما مثلا جاية من بره لجوه. التروما اللي جاية من بره لجوه دي هتكسر العظم، وفي اتجاه التروما هتاخد الديستال فراجمنت لجوه in adduction، او خبطه جايه من قدام لورا. الخبطه دي اللي جايه من قدام لورا هتروح كسر العظمه، وتروح واخد العظمه في اتجاهها لورا. عشان كده هو نمره واحد البون ديسبيسمنت بيكون في اتجاه الفورس اوف ذا تروما. تاني حاجه الايفكت اوف جرافيتي. تالت حاجة وأهم حاجة بقى، لو ربنا ساب العظمتين دول اللي اتكسروا، العظمتين دول هيقعدوا يحكوا في بعض، هتبقى أنت مبسوط وبتضحك؟ طبعا يا جماعة، أما العظم يحك في بعضه هيعمل سيفير بين. فربنا بقى عامل هنا هون بروتكتيف ميكانيزم. أول لما العيان بيتكسر وتحس بالسيفير بين، بيروح حصل ريفليكس اسبازم في المسلز اللي اتاتشد للبون فراجمنتس. واسبازم في المسلز اتاتشد للبون فراجمنتس ممكن دي تعمل الديسبيسمنت والديفورميتي، ودي اهم فاكتور في الديسبيسمنت والديفورميتي. الديسبيسمنت والديفورميتي يوجوالي ديسكرايبد ان ذا 3 بلينز، الاناتوميكال بلينز العاديه اللي انت عارفها، فليكشن واكستنشن، ابدكشن وادكشن، وميديال ولاترال روتيشن. اكزامبل، ده فراكشر في اللور بارت اوف ذا هيومرس، بيطلق عليه السوبرا كوندايلر فراكشر. السوبرا فوق، وليه كوندايلر؟ لانه فوق الميديال واللاترال ايبي كوندايلز دول، فيبقى سوبرا كوندايلر فراكشر. السوبرا كوندايلر فراكشر في هذه الحاله يا جماعه، دي الديستال فراجمنت ودي البروكسيمال فراجمنت. ايه رايكم الديستال فراجمنت ديسبليسد بوستيرولي بالنسبه للبروكسيمال، ولا ديسبليسد انتيرولي؟ بتعرف منين anterior posterior؟ بالأوريكرينوم. الأوريكرينوم ده من عندك posterior ولا anterior؟ طبعا الأوريكرينوم posterior والdistal fragment is posterior with the أوريكرينوم بالنسبة للproximal fragment. الdistal fragment دي اللي هي بقت posterior، بقت ناحية الextensors اللي ورا ولا الflexors اللي قدام؟ طبعا ناحية الextensors اللي ورا، وعشان كده ده بيتقال عليه extension type of supracondylar fracture.
زي البلين اكس راي ده هي الديستال فراجمنت والكرينون بوستيرور ان اكستنشن بالنسبه للبروكسيمال. بعكس الاخ ده بقى ايه ده بقى؟ ده البروكسيمال فراجمنت انتيرور بالنسبه للبروكسيمال فراجمنت. فالديستال فراجمنت انتيرور ناحيه الفليكسورز بالنسبه للبروكسيمال فراجمنت، فيبقى ده اسمه فليكشن تايب اوف سوبرا كوندايلر فراكشر. ده اول بلين اللي هو بلين العظمه تتحرك من قدام لورا، يعني فليكشن واكستنشن. ممكن بقى الديسبليسمنت يكون فروم سايد تو سايد ميديالي او لاترالي. ده فراكشر وديسلوكيشن حاصل في الانكل جوينت. والديستال بارت اللي هي الفوت هنا هو ايه رايكم؟ بقت ميديال بالنسبه للعظم البروكسيمال ولا لاترال؟ طبعا هنا الفوت مايله ناحيه الصباع الكبير، وانت عارف ان الصباع الكبير ميديال، وتبقى العظمه ده هي راحت ميديالي ان ادكشن. بعكس دي ده بعد الديسلوكيشن الفوت بقت مايله ناحيه الصباع الصغير اللي هو بقت لاترالي، وده يتقال عليه ابدكشن فراكشر. فالعظمه بقت ميديال تبقى ادكشن، ولو بقت لاترال يبقى ابدكشن. في عندنا بقى دي كمان، ده انا هون حصل فراكشر في الماليولاي، في الميديال ماليولس ده واللاترال ماليولس ده، وهنا بقى الكالكينيوس والفوت ديسبليست ناحيه مين؟ ناحيه الميديال ماليولس ديسبليست ميديالي. ميديالي يبقى ادكشن. بعكس دي الكالكينيوس والتيلس والفود بقت مايله ناحيه اللاترال ماليولس، يبقى ده ابدكشن فراكشر. ممكن كمان لو دي عظمه واتكسرت الديستال فراجمنت يا جماعه ممكن يحصل لها روتيشن اراوند اللونج اكسس اوف ذا بون. ممكن يحصل لها ميديال روتيشن او لاترال روتيشن. العظمه بتلف along the long axis of the bone. يعني ممكن مثلا هيومرس بعد ما اتكسرت تلف بحيث ان البوستيرو سيرفيس اوف ذا هيومرس يبقى انتيرور، والانتيرور سيرفيس يبقى بوستيرور، فيبقى ده روتيشن ميديالي او لاترال روتيشن along the long axis. في سبيشال ديسبليسمنت مهم جدا، ديسبليسمنت زي ده ذا فراكشر ليد تو تو بون فراجمنت، والتو بون فراجمنت دول اوفرلاب ايتش اذر، اوفرلابنج ذا تو بون فراجمنت. ده بيتقال عليه اوفر رايدنج. ايه رايكم في الاوفر رايدنج ده؟ العظمه طولت ولا اسرت؟ دايما الاوفرلايدنج بيكون معاه شورتنينج اوف ذا لم. هنا الصايح بص لقيها لو قستها وقارنتها بالناحيه النورمال الثانيه هتلاقيها بقت شورتر. عكس على فكره الاوفرلايدنج ان ممكن يحصل ديستراكشن اوف ذا بون اندز. ديستراكشن اوف ذا بون اندز التو فراجمنتس اللي كانوا طابعين كده بعدوا عن بعض، وفي الحاله دي هتبقى العظمه طولت واللم طول، حصل لينسنينج. على فكره طبعا واحده من اهم الساينز اوف وشور دايجنوزس اوف فراكشر ديسكريبنسي في اللينس اوف ذا لم. بقارن طول الرجل اليمين مثلا بطول الرجل الشمال، فما الاقي الرجل اللي انا اتخبطت فيها بقت اقصر من الرجل النورمال يبقى ده شورتنينج واوفر رايدنج. لو لقيتها طولت ده يبقى في ديستراكشن وفي لينسنينج. ايه رايكم في العظمه دي؟ Between the two bone fragments حصل انجل انجيوليشن، ودايما بنوصف الانجل حسب الايبكس بتاع الانجل دايركتد فين. هنا ايه رايكم الايبكس ده بتاع الانجل دايركتد فين؟ ميديال ولا لاترال؟ تعرف منين ان هو ميديال ولا لاترال؟ ايه رايكم الهيد اوف فيمر بتبقى دايركتد ميديالي ولا لاترالي؟ اكيد الهيد اوف فيمر دايركتد ميديالي، والايبكس directed of the angle directed medially this medial angulation.
Therefore, displacement دايما بتعبر عنه في 3 planes: flexion واكستنشن اللي هو الانتروبوستيرو displacement, abduction وادكشن اللي هو lateral and medial displacement, and rotation along the long axis of the bone, medial lateral rotation, plus overriding and shortening, distraction and lengthening, or angulation or rotation. دي كلها انواع displacement and deformity of the fracture. برضو ممكن نقسم الفراكشرز يا جماعة حسب كومبليت ولا انكومبليت فراكشر. ايه رأيكم في الفراكشر ده؟ عظمة كسرت وده ادى ان العظمة ده هي اتقسمت split into two or more bone fragments. Two or more bone fragments دي يبقى اسمها complete fracture. قارنوا بقى بالاخ ده. ده fracture شهير قوي في الاطفال الصغيرين. Incomplete fracture في الاطفال الصغيرين. ال incomplete fracture ده وان الكورتكس on one side اتكسرت. والبريوستيوم فرقع on one side. شايفين الاذر سايد اوف ذا كورتكس حصل لها ايه؟ Just tenet. Other side of the cortex bent and intact to normal periosteum. The incomplete fracture في الأطفال اسمه green stick fracture. ودي الإكس-راي بتاعته. أطفال وده طفل طبعا بمناسبة إن الإبيفيزيال كارتلج لسه عنده والعظم لين. فتبص تلاقي العظمة بتشبه إنها عاملة زي عود الملوخية. زي العود الأخضر بتاع الزرع عما تروح التاني وكده. ما بيتكسرش بيتني. ناحية منه تتكسر وناحية تتني ولسه البريوستيوم اللي عليها سليم. ده هو فراكشر كورتكس on one side and the other side of the cortex is bending. ممكن يحصل incomplete fracture في الادلتس. Incomplete fracture في الادلت يعمل لك ده just fissure fracture. ممكن نقسم كمان الكسور يا جماعة غير complete و incomplete لimpacted and disimpacted fracture. ايه هو الimpacted fracture؟ لو one fragment after the fracture one fragment is driven into the other fragment. على بلاطة يعني واحدة من الفراجمنتس عشقت ودخلت جوه الأذر فراجمنت. This is called impaction fracture. In contrast لو العظمتين دول مش مرشقين في بعض وسبرت عن بعض كده يتقال عليهم disimpacted fracture أو non-impacted fracture. ممكن نقسم الكسور كمان يا جماعة حسب وضع العظم بعد الريدكشن، بعد تصليح الكسر، بعد العلاج. ده فراكشر اهو وانا رحت مصلحه عملت ريدكشن. ايه رايك لو عملت ريدكشن والعظمتين تنهم ثابتين قدام بعض؟ ده اسمه ستيبل فراكشر. بس في عظمتين على فكره تحطهم قدام بعض يروحوا نطين من بعض تاني. يتزحلق. تحطهم قدام بعض يتزحلق. ده يتقال عليه unstable fracture. اخيرا ممكن نقسم لك الفراكشر حسب الكومبليكيشن. في كومبليكيشن ولا مفيش؟ لو مفيش كومبليكيشن طبعا تبقى uncomplicated ولو في كومبليكيشن تبقى اسمها complicated fracture. تاني حاجه في الباثولوجي بعد الكلاسيفيكيشن ده كله يبقى احنا قسمنا يا جماعه الكسور حسب الايتيولوجي ل traumatic pathological stress حسب الشيب اوف ذا فراكشر لترانزفيرس وبليك وسبايرال وسيجمنتال ولونجيتودينال وكومينيوتد وقسمناه حسب كومبليت وانكومبليت وحسب الديسبيسمنت الديسبيسد وان ديسبيسد وحسب الاستابيليتي الستيبل وان ستيبل
وحسب الكومبليكيشن لكومبليكيتد وان كومبليكيتد، و حسب الامباكشن لامباكتد اند ان امباكتد او نون امباكتد. تاني حاجه بقى في الباثولوجي عندنا عايزين نعرف ايه هي خطوات الهيلينج اوف ذا فراكشر، وهي الفاكتورز اللي تاثر في الهيلينج اوف ذا فراكشر. هيلينج اوف فراكشر نمره واحد، اما العظمه اتكسرت اهي يا جماعه لتو فراجمنت، العظمه البلاد فيسلز اللي فيه حصل له ايه؟ تك 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 اتقطع. اما العظم ده هيتقطع هيخر ايه؟ هيخر مهلبيه ولا هيخر دم؟ طبعا بيخر دم. وطبعا يبقى اذا اول لما تتكسر العظمه هيتكون فراكشر هيماتوما very rapidly within 2 days. هيبتدي بقى الفراكشر هيماتوما دي تبقى invaded ما بين من التو فراجمنتس ب جرانيوليشن تيشو، والجرانيوليشن تيشو دي تعمل بريدجنج للجاب اللي ما بين التو بون فراجمنتس. عشان يحصل الفراكشر هيماتوما دي بتاخد لها few days 2 days 3 days بكتير، وعند infiltration by granulation tissue دي هتاخد لها بكتير اسبوعين ثلاثه few weeks. بعد الاسبوعين الثلاثه بقى هيبتدي يحصل ايه؟ بعد الهيماتوما فورميشن دي والجرانيوليشن تيشو هتبتدي بقى الجرانيوليشن تيشو دي تبقى invaded ب trabeculi of cartilage. والترابيكولي of cartilage دي شويه شويه هتعمل ريبليسمنت لكل الجرانيوليشن تيشو، ثم يبتدي يظهر في الترابيكولي of cartilage دي وتبقى الترابيكولي of cartilage invaded ببون سيلز اند ماتريكس، وده يؤدي الى عظم خلطبيطه الريجولار فاسكولار بون وسكالسيفايد كارتليج. التيشو الجديد اللي اتكون ده هو اللي هو عباره عن كالسيفايد كارتليج مع بون ماتريكس مع بون سيلز، ده بيتقال عليه برايمري كالس. اول برايمري كالس بيحصل اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا بون، يتقال عليه اكسترنال كالس، ثم انسايد ذا ميدالري كافيتي يتكون الكالس ده يتقال عليه انترنال كالس. اخر كالس والكالس اللي هيبقى بيرمننت ويستمر معاك بقيه عمرك اللي في النص ده اللي ما بين التو كورتيكال بونز، الكورتكس بتاعت البرؤي بتاعت الفراجمنت دي والكورتكس بتاعت الفراجمنت دي هيبتدي يتكون هنا هون في النص كالس. كالس ما بين اللي بره الاكسترنال وما بين اللي جوه الانترنال، يبقى حسبك ضميرك الكالس اللي في النص ده هيبقى اسمه ايه؟ اكيد اسمه انترنال كالس. المرحله دي اسمها فورميشن اوف ذا برايمري كالس. يبقى اول مرحله كانت الهيماتوما اند جرانيوليشن تيشو فورميشن، تاني مرحله اللي هي البرايمري كالس، اخر مرحله بقى ثالث مرحله فورميشن اوف ماتيور بون. الاكسترنال كالس والانترنال كالس ابزوربد، ويتبقى الانترميديت كالس اللي هتعيش بيه طول عمرك ويبقى ماتيور بون، والحكايه ده هي ان تبقى ماتيور ويبقى العظمه رجعت للطبيعي، وحصل كمان حاجه اسمها ريمودلنج، ودي بتبقى كومبليتد حاجه بتاع 4-6 اشهر افتر ذا انجري. ده خطوات الهيلينج. What are the factors affecting the healing? First of all، أول خطوة وأهم خطوة في تكوين الهيلينج وبداية الهيلينج هي أهم خطوة، كل ما كانت العظمة vascular كل ما كانت هتخر دم كتير تعمل لك large hematoma، والهيماتوما ده هي مدام في منطقة vascularized والvascularity حلوة بتاعت البون fragments هتبقى invaded بextensive granulation tissue network of capillaries، تكون دي احسن خطوه والاساس بتاع الهيلينج بتاعك بعد كده يمشي زي الصاروخ. ايه رايك لو العظمه البون فراجمنتس دي واحده او الاثنين
بقوا devascularized. Injury of bone fragments. Injury of bone fragments والblood supply بتاعها بقى impaired. Typical example fracture neck of femur. الهيد بتبقى devascularized وبيحصل فيها حاجة اسمها avascular necrosis عشان فيها الفاسكولاريز بتاعتها. العظم الميت هيلحم مع بعض. انا بشبه الهيلينج دون بان كل فراجمنت بتمد ايديها للتانية وبيسلموا على بعض ويقولوا الاتحاد قوة ويعملوا اتحاد تاني ويعملوا يونيون وترجع العظمة قوية زي الاول. فالاتنين يسلموا على بعض هو ده الهيلينج السليم. لكن لو واحدة منهم ميتة هتعرف تسلم على واحد ميت؟ مش هتعرف تسلم عليه وما يحصلش لا هيماتومة كويسة ولا جرانيشن تيشو كويس ويبقى الهيلينج كله امبيرد. Age of the patient is very important. Healing is very rapid in children and the reverse in elderly. In elderly there is atherosclerosis and there is senile osteoporosis. البون سيلز الاوستيوبلاست ضعيفة فاسكولاريتي ضعيفة واثيروسكليروزس على اوستيوبوروزس. الهيلينج بيبقى طبعا وحش جدا وبيطول قوي بيبقى فيه ديليد هيلينج في الالدرلي. برضو حاجة مهمة جدا تايب اوف ذا فراكشر سبايرال فراكشر اند اوبليك فراكشر. الهيلينج بتاعهم احسن من الترانسفيرس فراكشر. ليه؟ لو ده ترانسفيرس فراكشر الرو اريا اللي بتخر دم وهيطلع منها جرانيشن تيشو اكبر ولا لما يكون سبايرال فراكشر او يكون اوبليك فراكشر؟ كل ما كانت السيرفيس اريا المكسوره واسعه كل ما كان الهيماتوما اكتر الجرانيشن تيشو اكتر بدايه الهيلينج اكتر ويبقى ده القاعده بتاعتنا كويسه جدا عند الهيلينج. Position of the fragments. The position of the fragment the impacted fracture. ساعات يا جماعة في impacted fracture ما بسيبه ما بصلحش الكسر. هو تقريبا العظمة in alignment وعلى خط واحد وثبتها بس وخلاص. تبص تلاقي الهيلينج حصل very rapidly. بعكس طبعا disimpacted fracture. النون impacted fracture العظمتين اللي هم بعاد عن بعض صعب قوي يلحمه وهيبقى فيه delayed union. من اهم عوامل الهيلينج كويس ان انت تكون عليك تلعين ده كويس proper fixation. بعد ما عملت reduction of the fracture يعني صلحت الكسر تثبته كويس وتحافظ على التو فراجمنت قدام بعض يحصل هيلينج كويس. لانك لو مش عامل good fixation كل شوية التو فراجمنتس هيتحركوا يعملوا disturbance of the fracture hematoma و disturbance of the granulation tissue يبقى باظ الهيلينج والهيلينج هيطول ويمكن يحصل non union. اخيرا بقى اوعى في البون هيلينج دهون بعد العظمة اتكسرت اوعى من الكارثة المحققة الديزاستر بتاعتك ام الكوارث. لو حصل هنا infection هيعمل لك osteomyelitis اللي بيعمل death of bone fragments وديس اوف بون فراجمنتس العظم الميت ما بيسلمش على بعض ويحصل اكيد نون يونيون مش هيلحموا خالص مع بعض ويبدأ الهيلينج والفاكتورز افكتنج ذا هيلينج. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك.